جميع المشاهد في هذا البرنامج تمت بموافقة المشاركين بهدف تعزيز ثقافة العطاء بين أبناء المجتمع. وشكراً لجميع فاعلي الخير الذين ساهموا في هذا البرنامج. نسمع قصتك ونعرف همومك، نبحث عن أمنياتك اللي ما فكرت إنها تتحقق في يوم، نقدر تضحياتك وتهمنا سعادتك، وممكن في أي لحظة نقول لك تم. حمد، حياك أخوي، معاك جهاز تم، حياك. نعم حمد، أب لطفلين معيشهم أفضل عيشة، ولكن بعد تسريح الموظفين من قبل الشركة اللي كان يشتغل فيها تغير الحال، واضطر يقبل وظيفة متواضعة أفرضت عليه ظروف مادية صعبة. والله حمد جدا خدوم وخلوق ومتعاون وفي سبحانيته، والظروف اللي مرت في عند حمد يعني كانت وايد قاسية وصعبة، لكن الحمد لله أنه عنده عزة نفس وعنده قناعة وعنده صبر. نعم شلونك؟ خير يسلمك. طيب؟ طيب طب حولك حمد، شخبار العيال؟ زينين أخوي، إن شاء الله بخير. طيبين الحمد لله. كم أعمارهم؟ 1-4 1-3 5-1-4. ما شاء الله، الله يحفظهم لك. أخوي حمد، العيال بس صبيان؟ إيه 2 أولاد. الله يخليهم لك. يسلمك. زين حمد، قول أخوي. أخوي حمد، بيطلع لك الحين ظرف؟ اي نعم. إذا ممكن تشوفه. إيه؟ طلع لك؟ اي نعم أخوي. تحت أخوي. هذه كوبونات مقدمة من واهو حق العيال. مشكورك ما قصرت. حمد، في صندوق تحت الحين بينفتح، إذا ممكن تشوف اللي داخله. بس قبلها عندي طلب. ممكن أم العيال تتفضل؟ وصلت عن شوفوا الصندوق تحت. شنو تعني لكم؟ هذي حق المنولة تعني شو حق واحدة جاية في الطريق إن شاء الله قريب. إن شاء الله أتي وتفرحون فيها. شنو بتسمونها؟ والله الحين ما بعرف، يعني بين مريم وبين الحين ما أخذنا اسم ثاني. بعد في ظرف ثاني بيطلع لك، هذه الظرف في كوبون تجهيزات المولودة إن شاء الله. مو قصرت. إنزين حمد، أنتوا شلون عايشين حياتكم في البيت مع العيال؟ الحمد لله ماشي رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. حمد اخوي، شو اللي شايل همه؟ المكان اللي قصرنا هالله. عندكم مشاكل في السكن؟ اي والله، انا ساكنين في غرفة واحدة كذا. جهزتوا حق المولودة مكان؟ لا والله للحين، يعني قال حفكر بنتي بنصير ما شاء الله حنصير خمسة، يعني احنا 4 وكلنا في مكان واحد في غرفة واحدة. ليه مفكر فيه؟ ليه ما بعرف نسوي؟
انزين حمد، ابيك تشوف الباب، الحين بيتبطل لك. مو باللي تحت، اللي على يسارك. مشيت القصر؟ ايه، هذه حق المولودة الجديدة. مو قصتك. تفضلوا وحياكم. ما قصرت يا أخي، مشكور الحم والديك وما قصرت. حمد، شلون بدأت مشاكلك المادية؟ كنت أشتغل في شركة، صار عندهم عجز شوي، فنشوا بس وتوهكت، عقبها أن حق أجار السكن يعني صار شوي أخبرك ديون والمديون تراكمت علي. فالحين المعاش اللي أستلمه أنه أسدد شوي من يعني كل شهر شوي أسدد من الديون. أم محمد وأبو محمد، هلا. شوفوا الصندوق مرة ثانية تحت. هذه المبلغ اللي تسديد الديون والقرض وحق إيجار شقة بعد. الله يرحم والديك يا أخي، ما قصرت والله، فرشت هم صدق هم علي والله، من ما تدري شو اسوي، شو اسوي، شو افكر فيها الفتره دي، شلون اسدد، شلون اسوي، اقسم بالله والله ما بعرف شو اقول لك والله. هم متوقع انا شنو في حلم الحين قاعد بس كذي، مو بعرف. ما قصرت والله، الله يرحم والديك يا اخي، ما قصرت والله. والله حتى انا قسم بالله. ما قصرت يا اخوي، الله يرحم والديك. الله يبارك فيك ان شاء الله. صدق ما قصرت والله، الله يرحم والديك، والله ما قصرت يا اخوي، مشكور، جزاك الله خير على حليتوا اشياء وايد قسم والله العظيم. الله يحفظكم ويخليكم حق بعض. الله يرحم والديك، ما قصرت يا اخوي والله، بس الله يرحم والديك يا اخوي، جزاكم الله خير ان شاء الله، ميزان حسناتكم ان شاء الله، مشكور اخوي. مع السلامة. مع السلامة، فما الكريم، مشكور. زرعتوا له الفرحة وشلتوا عنه هم كبير في حياته. هم يعني كان عندي هم وايد، يعني تفكيري ايش بسوي، ايش ما بسوي، ايش الاجواء، اشياء وايد ايش بسوي فيه، يعني اخبرك بروضان يوم الحين كني في حلم، يعني ما توقعت انه بيصير يعني اليوم كذي كله. نفس الحلم يعني، مرة شو أقول لك، المصباح السحري يعني، كل ما نقول له شيء يطلع لنا، كل ما يسألنا عن شيء، شنو الأشياء اللي محتاجينها يطلع لنا، ما أدري شلون شو، يعني حسيت إنه صدق في حلم، أحس إنه لو كان واحد يعني مكان ذي الجهاز ما كان صرت أدمتي نفس كذي. تفاجأت لأن أنا صدق حامل ببنية، يعني ما أدري شلون صراحة إن أعرفه إن أنا حامل ببنية. حلم كل أب إنه ما يقصر على عياله بشيء، وهاي كان الهاجس الأكبر عند حمد، خصوصاً وهو بانتظار مولودته الجديدة اللي الحمد لله كانت فاتحة خير عليه ويابة الرزق معاها. عطاك من عطى ربك لأحبابك ومن حبك، وشمس الهم تغربك تشرق شمس اسمها تم، وفيك الطيب يا الطيب، فيك الحب يا حبيب، نبي نشوفك ولا تغيب ولا تهتم. وقلتم بنغرس بأيدينا، وقلتم
عشان الخير يحوينا، بننشر حب حوالينا ونبني المجد ويبنينا، وكل الناس تتبسم وكل